عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا كل مشاهدين وحلقة جديدة وبرنامجكم بالدعاء. لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، يعني أنا وإنت وإنتي ربنا يسألنا عن أربع حاجات، منهم عن عمره فيما أفناه وبرضه عن شبابه فيما قبله. تخيلوا معايا الإجابات، ممكن حد مثلا يقول إيه، ده 10 ساعات نوم، ساعتين فيسبوك، 3 تيك توك، 3 بقى بنلعب بقى ماسكين الموبايل، بنلعب بقى اللي بيلعب جيمز بابجي بقى على فورتنايت على كاندي كراش، وساعتين أكل مثلا كده في اليوم. طيب باقي فيه شوية شغل أو مذاكرة، وباقي كام دقيقة كده إيه للصلاة، لو في يعني إيه صلاة، فالناس ممكن إيه تصلي بسرعة تنقر الصلاة نقر كده للأسف، ويوم ورا يوم والأوقات خلصت وعمرنا خلص. طيب للأسف وقتنا لازم نستثمره في الطاعة، ده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بيك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة علينا جميعا يا رب يا رب. تيجي ندعي الأول يا أستاذ دعاء؟ يلا ندعي ودعي لي. قلت كم لعبة كده ما فهمتهمش، بس خلينا للشباب ربنا يهدينا ويهديهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترضى عنا، اللهم انزل علينا جميع الهداية من عندك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر إخواننا في فلسطين. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وأنزل السكينة والطمأنينة في قلوبهم. اللهم نج المستضعفين في فلسطين. اللهم تقبل شهداءهم، واشف جرحاهم، وأغث ملهوفهم، واكشف الكرب عنهم. اللهم إنا نسألك أن تهزم عدونا وعدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعل بلادنا مصر واحة للأمن والأمان. اللهم اجعلها سخاء رخاء، بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بسوء فارنا اللهم فيه عجائب قدرتك. أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا من النار. نسأل الله عظيم المنة أن يجعل مصرنا آمنة مطمئنة، والحمد لله ختاما وابتدا، ثم الصلاة والسلام سرمدا،
على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين. صلى وسلم وبارك عليك يا حبيبي ربنا يتقبل يا رب. طيب احنا بقى ايه موضوع حلقتنا النهارده؟ بنتكلم عن الوقت واستثمار الوقت وان ربنا هيحاسبنا على الوقت اللي قضيناه ده في حياتنا يوم القيامه. طيب الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. هو في النهايه دي اعمارنا، والأعمار دي يا أستاذة دعاء منهم السن مثلا 20 أقل من 20 أكتر، وأعمار أمتي ما بين 60 و70 ومنهم من يجوز ذلك. فكل الأعمار دي لابد أن يعني نستثمرها في طاعة الله تبارك وتعالى. في قضية خطيرة جدا إن الإنسان ممكن يستثمر الوقت اللي ربنا ادهوله ده في المعصية. إحنا كلنا مقصرون يعني، سواء القائل والمشاهدون، نسأل الله العفو والعافية ويسأل الله أن يتوب علينا يا رب، لكن احنا بنحاول اللي احنا نرجع ونتوب إلى الله تبارك وتعالى. الوقت ده مهم جدا. أنا ما ينفعش الوقت اللي فات أنا المفروض أتحاسب عليه وأحاسب نفسي وأقول ماذا فعلت فيه. كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وكان يقول يا أخوانا لابد أن تتزينوا. الإنسان لما يكون داخل عليه يوم عيد ولا حاجة فيبدأ يجيب الهدوم الجديدة والمش عارف الملابس الجديدة ويلبس كل حاجة جديد، لكن انت رايح على يوم العرض لابد ان تتزين. طب انا هتزين بيه؟ بالجديد. ايه الجديد؟ هي الاعمال الصالحه. ما ينفعش تذهب الى لقاء الله تبارك وتعالى باعمال ايه؟ سيئه. ولذلك يوم القيامه اهل النار والعياذ بالله يصطرخون في النار، وهم يصطرخون فيها كما قال الله عز وجل في سوره فاطر: ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وهنا نعمل صالحا غير، اما انهم كانوا يعملون هم عارفين ان هو سوء وبيعملوا المعصيه عادي وخدنا على جناحاتك، أو كانوا يظن إن هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إن أنا بعمله ما هو ده صح، يفسد في الأرض وفاكر يقول لك ده أنا مصلح، ورب العالمين يقول كما في البقرة: ألا إنهم هم المفسدون. وبالتالي إحنا يا أخوانا لابد أن نفهم هذه المسألة، هذه القضية، قضية الوقت. فهم قاعدين في النار دول يسترخوا: يا رب طب ممكن يعني نعمل حاجة غير اللي إحنا عمل صالح يرضيك يا رب؟ رب العالمين يروح مجاوب عليهم الجواب ده: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وكانت ستنا حفصة بنت سيرين كانت توجه النداء للشباب، تقول لهم: أيها الناس، أيها الشباب، اعملوا اعملوا، لأن انتوا في وقت مهم جدا. عارفة الشمس، هي شبهت الشباب زي الشمس، الشمس بتملأ ضوء الشمس بيملأ الدنيا نورا امتى؟ من أول كده تقريبا من الساعة 8-9 وانت طالعة كده صح، وبعدين يجي من عند العصر كده ينخفض هذا الضوء لغاية حتى تغيب الشمس. الوقت ده هو وقت الشباب. في البداية طفل صغير وقت الشروق، فمش قادر تحبو وبتاعه ومش عارف تعمل، أول ما تشب كده خلاص انت فيك قوة، فيك نشاط، فبالتالي انت تقدر تملأ الدنيا دي كلها نور قبل ما يجي وقت تلاقي المنحنى نازل. ايه والمنحنى بينزل بعد 40 بالمناسبة، يعني انت القمة الاربعين. طب وبعد الاربعين تأهب، لا بد ان تتأهب الى لقاء الله تبارك وتعالى. عشان كده سيدنا النبي كان يقول: لا تزول او لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 أو عن 5 كما عند الترمذي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن عمره فيما افناه، والشباب كذلك الامر فيما ابلاه. ولذلك كانوا دايما يقولوا لنا كده، كان سيدنا الامام الشافعي يقول: صحبت الصوفية فلم أنتفع منهم إلا بشيئين، قال: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ده مهم جدا، الوقت كالسيف إن لم تقطع. أنا هو سيف، لو أنا زيك يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله، ده طبيب القلوب، كان دائما وأبدا يا أستاذ دعاء وهو يقول للناس كده: خلي بالكو إني يعني سبحان الله، أيهما أشد ضياعا أو أيهما أشد على الإنسان، الموت أم ضياع الوقت؟ فيقول: ضياع الوقت، لأن الموت هو انقطاع عن الخلق وانتهينا، لكن الوقت ضياع عن الحق، أنت بتبعد عن رب العالمين أصلا.
ولذلك كل واحد لما يشوف على الموبايل بتاعه الابلكيشن اللي بيبقى موجود على الموبايل وعمال يلعب والتيك توك ومش عارف ايه، انا بقول لك من دلوقتي امسح، دلت. ودي حقيقة. انا واحد من ضمن الناس، انا عامل ده اصلا. يعني انا الحمد لله لما اجي ابص على الموبايل عندي انا ما عنديش حاجه خالص، ما عنديش الا هو تطبيق خاص بالقران الكريم وفقط لا غير. طب اي تطبيق تاني، فيسبوك حتى ده مش موجود، انا مش حاطه عندي. ليه؟ لانه بقى مضيعه للوقت، وده رب العالمين هيسالني يوم القيامه. انا هضرب لك مثال. كان في يوم من الايام سيدنا النبي راجع عليه الصلاه والسلام من غزوه اسمها غزوه ذات السلاسل، وبعدين النبي لما مشي بعيد كده وحب يستريح النبي عليه الصلاه والسلام، فبيقول مين اللي يحرسنا الليله؟ فاتنين من الصحابه قالوا احنا نحرسك يا رسول الله. خلي بالك ده جهاد عظيم جدا. فقام الاثنين، واحد اسمه عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فخلاص احنا قلنا نام يا رسول الله مستريح مطمئن البال، واحنا النبي ياخذ بالاسباب عليه الصلاه والسلام. قام سيدنا عباد بن بشر وعمار بن ياسر قال لهم بصوا بقى، الاثنين بيقولوا لبعض انت تنام اول الليل ولا انا ولا اخر الليل عشان نقسم الليل نصين، انت النص وانا النص. خلاص. فسيدنا عباد عمار قال له انت قوم وانا ايه. فقام سيدنا طب هقوم كده، يعني انا اقوم كده وخلاص، امال هعمل انا في حراسه. الحراسه دي من افضل الاعمال عند الله عز وجل. عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله. فوقف عباد بيش يحرس النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين قال طيب عارفه اضرب عصفورين بحجر، طب هتعمل ايه يا عباد؟ فقال اقوم واصلي الليل. بقى يحرس هو في الحراسه وفي الطاعه، هو طاعه اصلا وفي قيام الليل، دأب الصالحين. فوقف وصف قدميه بين يدي الله عز وجل. كان في الوقت ده في عدو عمال يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز يضرب النبي، موت النبي عليه الصلاه والسلام. فابصر عباد بن بش وهو يصلي، وبعدين قعد منتظره كده وبتاع، فلغته هو، فبدا يقرا في سوره الكهف، ويقرا بقى ومسترسل بقى في سوره الكهف لغايه لما ضربه بسهم العدو، فهو يعني صوب له سهما. فسيدنا عباد مسك السهم كده وانتزعه منه وبدا يكمل، الدم بينزل. سهم تاني مسكه وبدا يكمل، سهم تالت ما قدرش، خلص بسرعه وبيصحي مين؟ عمار بن ياسر. عمار يقول له قوم قوم قوم، فبيقول له ايه اللي حصل؟ فقال قعد بقى يحكي له الموقف وان في عدو كان وراءنا. المهم بيقول له ما منعك اللي انت تصحيني توقظني عند اول سهم صوبه اليك العدو؟ قال كنت في صورة ما كنت احب ان اقطعها ولو اتي على نفسي، حتى يعني لو جات على روحي كلها. فده اللي عمله عباد بن بشر، عمل ايه؟ استغل وقته ده هو في الحراسة في طاعة، وكذلك الامر جعلها ايضا في قيام الليل. يعني احنا عايزين نقول ان احنا بنحاول ان احنا ما نضيعش وقتنا، لكن ده مش معناه ان في اوقات الواحد ايه بيحاول ان هو يتسلى شويه، يسلي وقته، يتفرج على حاجه، يشوف حاجه، لكن المهم يبقى في توازن، الحاجات دي ما تسحبناش خالص. انا دايما اقول يا استاذ الدعاء لابد من التوازن، وانا عشان اروح لحاجه تسليني مفيش مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجري هي والسيده عائشه، وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيروح زي ما في وفد ثقيف لما راحوا عند النبي كان يروح يسهر معاهم النبي، ما في كل ده مفيش مشكله، لكن لابد ان يكون مضبوطا بالضوابط الشرعيه. ايوه. طيب احنا معانا تليفون. ايمان اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دعاء، عامله ايه؟ تمام يا حبيبتي، اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيك. ممكن اسال الشيخ سؤال؟ اتفضلي. انا فضلت الشيخ كنت عايزه اسال حضرتك سؤال برضو ليه علاقه بالوقت. اتفضلي. انا دلوقتي شغلي بشتغل بعمل حلويات وحاجات كده، فانا بيكون الموسم بتاعي كله يعني معظم شغلي في رمضان موسم، فبياخد تقريبا كل وقتي، يعني بقاش عندي وقت بقى بصلي طبعا الفروض وبحاول اصلي التراويح والكلام ده كله، بس طبعا ما بقاش زي الاول. يعني الاول كنت بالمصحف واقعد ساعه وانزل اروح الجامع وقيام ليل والكلام ده، دلوقتي طبعا ما فيش وقت للكلام ده خالص، قليل قوي، يعني بحس ان انا فعلا مقصره. لكن طبعا بعمل الفرض وبصوم وكل حاجه، وعلى قد ما بقدر بحاول اقرا قران والكلام ده، بس مش بقدر ان انا اختم القران في رمضان بصراحه. فهل ده انا كده مقصره؟ يعني المفروض ان انا ما اشتغلتش في الفتره دي كده، بس هو ده شغلي. فده سؤال. وعندي برضه سؤال تاني بالنسبه لبنتي في موضوع الصلاه. ازاي ان انا اقربها او احببها في الصلاه؟ للعلم ان هي وهي صغيره شويه كانت
بتصلي معانا، بنصلي جماعه احنا في البيت مع بعض، مش عارفه ايه، بحاول خصوصا طبعا في رمضان برضو. هي عندها كام سنه؟ هي دلوقتي عندها 16 سنه. فطبعا 16 هي سنة. لما دخلت سن المراهقه الدنيا اتحولت خالص يعني، فكل شويه تقولي ان شاء الله ربنا يسهل مش عارفه ايه، فانا برضو مش عايزه اضغط عليها قوي اكرهها في الموضوع، فعايزه اجيبها لها بطريقه كويسه، فلو حضرتك تنصحني ازاي اتعامل معاها في السن ده. حاضر يا فندم. مع العلم برضو ان اختها بتصلي، اختها اصغر منها. حاضر يا فندم، حاضر. هو بالنسبة للسؤال الأولاني، هو ربنا يعينك يا رب ويكتب لك الأجر. كلنا عندنا أشغال وكلنا عندنا أعمال، وأحيانا بيجي وقت كده من الأوقات بيبقى الشغل فيه أكتر، بيبقى مش قادرين نلتفت حوالينا زي ما بنقول يعني كده. لكن أنا شغلي وده موسم واشتغل في شيء معين، وبعدين ده واخد كل وقتي، وأنا ما بقدرش أختم القرآن، ما بقدرش أختم القرآن قراءة، فهختمه على الأقل سماعا. يعني ايه؟ تشغل جنبها؟ اشغل. سيدنا النبي عليه، ودي عباده مهمه جدا زي ما عباده تلاوه القران ده مهم، اللي انا اقرا يعني استغل الوقت بتاعي في كل وقت فضاء انا هقعد اقرا القران. خلاص خلصت وجالي شغل اعمل ايه؟ ابدا سماع القران الكريم، وانا ياخد لو انا سمعت القران الكريم من اوله الى اخره اخد ثواب اللي هو كانما العبد ختم القران. ايوه. وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يحب ان يسمعه ايه؟ من غيره صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. طيب الحاجة التانية، لسه قايل دلوقتي قصة عباد بن بشر وعمار بن ياسر. اللي عمله عباد ان هو كان مشغول هو في حراسة، ده شغله، فعمل ايه؟ فقال هصلي قيام الليل وانا ايه؟ وانا في الحراسة. طب ما انا مش عارف اصلي دلوقتي لا قيام ليل ولا حتى نوافل في النهار وانا في وقت الشغل، هصلي ازاي؟ ما انا لازم ايدي تكون شغالة. طب هعمل ايه؟ فانا عندي حاجة اسمها الذكر. احدى الصالحات كانت لما كانت تقف على الاكل على الطعام وانت واقفه كده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وهي عماله تعمل التقليه بتاع ها، عماله تقلب في الحله كده والرز وبتاع، وتيجي تحط الاكل لجوزها تقول له كل، فوالله يا سيدي فما نضج الطعام الا بالتسبيح. يعني هي ايه؟ من كتر ايه؟ عماله تسبح سبحان الله والحمد. فده كله انا باخد عليه ايه؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. ده كلام سيدنا النبي محمد عليه الصلاه والسلام. طب ما هعمل ايه؟ ادعي بقى، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لي، اللهم تب علينا. اقعد ادعي كتير كده، كتير كتير، وهتدعي لاولادك كمان بالايه؟ بالهدايه والرزق الحلال وان ربنا يبارك واني اقربهم منه. وادعي دايما دعاء سيدنا النبي، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وايه؟ وحسن عبادات. وانت بتعملي العمل ده، انا بعمل عمل لله عشان ده شغلي، عشان ده اكل عيشي، وبعدين عشان اجيب الفلوس، فاصرف على نفسي واصرف على اهل بيتي. وسيدنا النبي بيقول ان افضل الصدقه، خير الصدقه، دينار انفقته على نفسك ثم قال النبي على اهلك. يبقى انا وانا بشتغل وطالع عيني ده، انا باخد ايضا كذلك الامر ايه؟ انا بنوي النيه الصالحه عشان اخد حسنه. فانت في ثواب عظيم جدا 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 يعني متخيلة. لذلك الإمام مالك لما سئل حتى معلش في موضوع رمضان ده، الراجل اللي بيكون في الحراسة، أنا في الحراسة في ليلة القدر في العشر أيام الأخرى دول فيها ليلة القدر، فهو نفسه يصيب ليلة القدر، فيعمل إيه؟ ها يعمل إيه؟ ما هو أنا مش هقدر أروح الجامع وأسيب الحراسة بتاعتي، طب هعمل إيه؟ فقال من صلى الفجر في جماعة، في العشاء، عشاء ليلة القدر يعني، في جماعة، والفجر في جماعة، فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. ده ثواب عظيم جدا، واخد بال حضرتك؟ فأنت في طاعة إن شاء الله، لكن أنوع بقى إيه؟ تسبيح، ذكر، استغفار، صلاة سيدنا النبي، الدعاء، سماع القرآن مهم جدا وربنا يتقبل منه. أما بنت حضرتك 16 سنة، ما أنا دايما أقول ده كلام سيدنا الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، الإكراه على الفضيلة لا يصنع الإنسان الفاضل. إلا أنا ابني قوم وراح ضربه بإيدي وبرجلاه قوم صلي دلوقتي، هيكره الصلاة، أنا مش عاوز ده أصلا، هيطلع الولد متخلف وملحد، أنا مش عاوز أوصل لدي. أمال هوصل لإيه؟ اللي دي بنتك، تعالي يا حبيبتي أكلمها بالراحة عن الصلاة، أجيب كتب بتتكلم عن فضل الصلاة، أسمعها حاجة بتتكلم عن أهمية الصلاة، أقول لها ما تيجي تصلي يا حبيبتي معايا، طب ما أخدها كده لو أنا فاضية ونازلين مسجد يوم جمعة ولا حاجة ما تيجي نسمع، وأدعي لها، واخد بال حضرتك؟ أقول لها إن الصلاة دي فوائدها إيه؟ واحدة واحدة، ومع ذلك الأخذ بالأسباب أنا باخد أهو مع الدعاء بس، أنت ما عندكيش أكتر من كده. إكراحها بقى والضرب بقى والحكاية ده هيخليه ينفرها تماما تماما تماما، لكن
علميها الصلاة بالحب، وإن شاء الله ربنا يهديها وتصلي بإذن الله. يا رب ربنا يهديها ويهدي كل أولادنا يا رب. مروة أهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك يا رب؟ عليكم السلام. أهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايزة أسأل سؤالين بعد إذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. السؤال الأول، لو الواحد اكتشف وهو بيصلي سواء يعني بعد وانا بصلي او بعد ما خلصت صلاة، يعني الموضوع لي شقين، ان مثلا كانت حتة من شعري باينة او من رقبتي او كده، لو اكتشفت بعد الصلاة او حد منبهني بعد ما انا خلصت صلاة، او اكتشفت ان كان في مثلا حاجة مش نظيفة في الهدوم او كده، برضو دي اكتشفتها بعد ما خلصت صلاة، الحكم في الحالة دي ايه؟ اعيد الصلاة ولا خلاص؟ ده السؤال الاولين. تمام. السؤال الثاني، لو حد يعني متيقن او يعني حاسس بشكل كبير ان هو محسود في نقطة ما كان ماشي فيها بتطور قوي، وبعدين فجأة بعد ما وصل لإنجاز معين بقى مش قادر، متائل، كل ما يجي يعملها يعني مثلا يحصل حاجة تعطله او تعرقله او كده، يعمل ايه عشان يحصن نفسه او يعني يرفع العين دي؟ هو ما عندوش فكرة خالص مين اللي ممكن يكون حسده او اصلا ده صح او لا، بس من باب التحصين وإزالة وسوسة الشيطان يعمل ايه؟ حاضر يا فندم، شكرا جدا. اما بالنسبة للسؤال الاولاني هو عبارة عن شقين. الشق الاولاني وانا بصلي فاكتشفت اني انا خصلة من الشعر كباينة بعد ما صليت، وانا بصلي بغطيها خلاص. طب والجزء اللي فات مفيش مشكلة فيه خلاص. احنا اخواننا في قضية الصلاة، ودي امر مهم جدا جدا، وده عاوز اصلا شرح ويطول، ونبدأ نقول كلام الفقهاء بقى ونشرح السبورة كده وقاعدين، ان العورة مخففة وعورة مغلظة داخل الصلاة يا أستاذة دعاء بالنسبة للنساء والرجال. وأنا عندي العورة عورتان، في عورة اسمها عورة النظر اللي أنا أشوف المرأة دي، فما ينفعش اللي أنا أبص عليها ما إلا الوجه والكفين بس، وده بشرط ما يكونش فيه شهوة. طب لو فيه يبقى برضو يمنع، ما عدا ذلك حرام. طب في عورة لها عورة الصلاة، دي عورة تانية بقى بالنسبة للمرأة، في عورة مخففة وعورة إيه؟ مغلظة. جزء من رقبتي، أطراف إيدي، القدمين، أنا أشوف القدمين، إيدي، رقبتي، شعري مثلا، دي بيسموها من العورة الإيه؟ المخففة داخل الصلاة. فإن ظهرت وقت الصلاة يا أستاذة دعاء بغطيها وأنا عرفت. طب بقى أنا خلصت، فخلاف فقه، لكن هقول بقى بيقولوا إيه بقى، هاخد رأي وهقول لهم الرأي ده، مش هقول بقية الآراء يعني عشان بس نفهم المسألة. قالوا تعاد الصلاة ندبا في الوقت. بس في حاجة، الكلام ده لو هي بتصلي في قدام مع الناس يعني والناس شايفينها، ولا لو هي لوحدها خالص؟ لا سواء ده أو ده. لا يعني لو هي لوحدها خالص فكده ما حدش شافها أصلا، في عورة ظهرت صح؟ ما هي بتقول يعني ممكن مثلا اثناء الصلاه البتاع يتزحلق فتعدلها، بس بعد الصلاه اكتشفت ان واحد يقول لها انت افاكي ده كان باين طول الوقت يعني طول الصلاه. لو حد قال لها بقى يبقى ساعتها كده ما كانتش لوحدها. فالعلماء يقولوا، بعض العلماء كالمالكيه مثلا، يعني يقول كل الاراء يندب اعاده لا ما يعني كل اراء الناس هتلخبط، فكل مذهب له راي يعني. خليني اقول الراي السهل. هقول الراي السهل. السهل انها تعيد، تعيد ندبا، ندبا يعني مش فرض عليها. يعني لو هي مع الصلاة صحيحة، لكن لو خرج الوقت، واحد قال لها من الوقت وقت الظهر خرج، فقالوا الصلاة صحيحة وليس عليك ايه؟ إعادة. خلاص كده؟ فبدل يعني هي الصلاة صحيحة لكن من الأول الأفضل إن هي ايه؟ هتعيد. خلاص؟ اسمها بيسموها كده في الفقه كده، إن احنا نعيد الصلاة ايه؟ ندبا، بخلاف كثير من الناس ان هو يقول لك ايه ده انا بصلي ومش لابسه شراب، فواحد يقول صلاتك بطلع. لا الشراب ما اصلا ما تقوليش لا. لا انا بقول لا. انا بقول ان لو واحد مش لابس شراب او رجله بعيده الصلاه صحيحه. انا عارفه ان الناس بتقول عارف صح عارف. ويجي يقول لك وحديث هم بيقولوا من غير علم يعني، ما علينا بقى، بس او يعني بيشددوا. طب ده السائد، طب ده السائد عند الناس، ايه راي حضرتك؟ لا مش صح. واحده لازم تقول لك لازم بقى الاسدال وحط الاسدال تحت رجلي، ده ماشي افضل، ما فيش مشكله. لكن صليت مثلا ورجلي باينه، الصلاه صحيحه، الصلاه صحيحه، القدم يعني قدم يا اخوانا رجلي. أيوة. يعني القدم باينه خلاص عند الحنفيه اصلا صحيح. طب يندب اعادتها فقط ولا يندب اعادتها ولا اي حاجه خالص؟ تمام خلاص. فعشان بس نفهم المساله دي. السؤال الثاني بقى، قالت سؤال ثاني، حاسه ان هي محسوده او كل انا بنصح النصيحه الاولى اللي هو لما تكون في عمل ما تبينش للناس انت بتعمل ايه.
استعينوا على حوائجكم بالكتمان. صح. ليه؟ لان اول حاجه هيجي لك واحد يبص كده عين تجيب اجلك فتوقفك، وده بيحصل مع الناس كلها. طب انا حصل لي فطور وانا بعمل كنت مستمر ما شاء الله. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث: ان لكل عمل شره، همه، نشاط، قوه، ولكل شره فتره. بيجي بقى ايه؟ اللي كسل شويه، كسل كده خلاص، بس الفتره دي الكسل ده اخليه في الطاعه، يعني مش لازم اعمل الحاجه اللي انا كنت بعملها ب 100% بس على 10%. خلاص تعبت فهنام، هريح بقى النهارده، هقعد كده في راحه تمام. ليه؟ عشان استعيد نشاطي مره تانية. طيب فعلا انا في خمول ومش قادر. اول حاجه انا بالنسبه ليا اللي انا هقوله عليكم بالاذكار، مهمه جدا، اذكار الصباح والمساء مع الاستعاذه بالله تبارك وتعالى مع قراءه المعوذات: قل الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بيقين ان شاء الله رب العالمين يكشف عنا وعنكم المساله دي. امين، ربنا يبعد عنا كل سوء جميعا يا رب. طيب احنا هنطلع فاصل، بشكرك يا شيخ احمد، وهنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. نعمة كبيرة جدا ممكن تلاقي ناس كتير حوالينا مش حاسين بيها، قلبك الصاحي الرقيق اللي بيحس بالناس وبيراعي مشاعرهم وبيجبر خواطرهم. للأسف المادية اللي عايشينها دلوقتي وحسابات المكسب والخسارة خلت كتير مننا مش شايفين الناس وبيدوسوا عليهم عشان مصلحتهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده اللي هنتكلم فيه في فقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء مع ضيفنا الداعية الإسلامي الدكتور محمود شبل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، ربنا يبارك في سعادتك يا رب. الله يحفظك. إحنا يعني طبعا سمعنا كلام الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فإزاي إن إحنا نبقى كمان ناخد كده النبي قدوة لينا في معاملاتنا في حياتنا اليومية؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضين، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفوض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلني. الله عز وجل قال لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة بالأطفال وكان رحمة حتى بالأعداء. أستاذ الدعاء، كان رحمة بالأطفال. الحسين لما أتى وكان في تمر كده في بيت مال المسلمين من تمر الصدقة، الحسين طفل مد إيده كلمن، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: كخ كلمة نبوية عربية فصحى. وقال رسول الله له: ألا تعلم يا حسين أننا أهل بيت النبي لا نأكل من تم الصدقة؟ فرمى الحسين الطم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأعداء. في راجل اسمه ثمامة ابن أسال، الراجل ده بيبغض الإسلام والمسلمين وبيكره الإسلام والمسلمين، وأتوا به الصحابة وربطوه في سارية من سواري المسجد، السارية العمود. فلما يكون حد عند حد أسير أو في مشكلتين ما بين مثلا عيلتين وحد عند التاني، المفترض يكون لسانه كويس عشان يطلع سليم. فثمامة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي: ماذا عندك يا ثمامة؟ إيه الكلام اللي تقدر تقوله لي؟ فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا عندي أهلي وعيلتي وعشيرتي مش هيسيبوك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا يا محمد سل من المال وتعطى ما شئت. وإحنا طبعا عارفين أن رسول الله ما كان يريد المال ولا الجاه ولا السلطان. ذهب إلى قوم يعرض عليهم الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلوا به؟ سبوه، شتموه، طردوه، سلطوا عليه السفهاء والصبيان ليرموه بالحجارة حتى سالت دماؤه، وهو حبيب الله وهو رسول الله.
ولم يستفق إلا عند مكان يسمى بقون الثعالب، إذا بسحابة قد أظلت، إذا بجبريل عليه السلام يقيء النبي السلام، السلام عليك يا محمد، قال وعليك السلام، قال يا محمد إن ربك يعلم ما فعل قومك بك من الإيذاء وهو أعلم سبحانه، وأتى معي بملك الجبال، الملك الموكل بالجبال، أن تأمره بما شئت فيهم، فناداه ملك الجبال وقال السلام عليك يا محمد، قال وعليك السلام، قال يا محمد لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. أستاذ دعاء الأخشبين جبلين كبيرين، الجبل الأول اسمه قبيس والجبل الثاني اسمه الأحمر، يعني نتخيل أو عش في الخيال أن النبي أمر ملك الجبال أن يهدم عليهم الجبلين، لماتوا جميعا، وكانت بحون من الدماء من مكة إلى الطائف، لكن النبي ما غضب لنفسه، لكن رحمة المهداة ما غضب لشخصه، قال لا بل أدعو الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء الذين آذوني من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. ده كان كلام ثمامة. ماذا عندك يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا سل من المال تعض ما شئت. سيبه ثلاث أيام ما بين اللي بيذكر الله واللي بيصلي واللي بيتعلم العلم، محدش ماسب سوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة حلوا قيده، سيبوه يتركوه. فقالوا سمعنا وأطعنا، خلاص النبي قال سمعنا وأطعنا، ده للمفترض المنهج اللي احنا نتربى عليه، نسمع الآية سمعنا وأطعنا، نسمع الحديث الصحيح سمعنا وأطعنا، وما نجعلش العقل طاغوت على الآية والحديث. احنا نفكر ونفهم ونشوف الحكمة من ده انما العقل حتى لو ما استوعبش والآية والحديث صحيح ما ينفعش ان احنا نضي الكلام. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد احرز الشرفة؟ قال العقل انا احرزت غايته، وقال العلم انا الرحمن بعرفة، فافصح العلم افصاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصف، فأيقن العقل بأن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فسمعنا وأطعنا، وثمامة مشي وعلى بعد 2 كيلو اغتسل ورجع للنبي عليه الصلاة، فقال ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسلم، دخل الإسلام. الحوار اللي جاي ثمامة بيقول للنبي يا محمد، قال نعم، قال إن وجهك كان أبغض الوجوه إليه، بكرهه، صار وجهك أحب الوجوه كلها إليه، كانت مكة أبغض البلاد إليه، صارت مكة أحب البلاد إليه. توالت الأيام وبقى رجل من أصحاب الأموال، ففعل حصارا اقتصاديا على الكفار، فلم يجد الكفار قمحا ولا شعيرا حتى أكلوا العلهز. العلس ده ممكن نقول عليه بقى ايه، رز المكسر او الدشيش او ما ينفعش في حاجه يعني. فذهبوا الثمامه اللي هم قريش، ذهبوا الثمامه اللي كان كافر واصبح مسلم، قال لهم والله لن تاخذوا شيئا الا ان ياذن فيها رسول الله عليه الصلاه والسلام، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فدي كانت رحمه النبي عليه الصلاه والسلام في التعامل مع ثمامه، وفي التعامل مع الحسين، وفي التعامل مع الصحابه وغيرهم. احنا طبعا بنتكلم عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم احنا كمان كلنا نحس بالرحمة دي في قلوبنا لكل اللي حوالينا، يعني الواحد ما يعيش لنفسه بس، لكن لازم تكون رحمته تمتد كده غير عيلته لكل اللي حواليه اللي محتاجين طبعا. ونشوف كده مع مشاهدينا اول تقرير وحلقتنا النهاردة ومؤسسة سقيا الماء. أهلينا الطيبين لقلوبنا قريبين، عايشين الحلم بيهم في الخير ومكملين، قادرين نوصل مكان ونشيل الحمل عنه، أبدا ما يهون عشمهم ومعاهم موجودين دايما وفي كل حين. ما
مؤسسة سقيا الماء، الله يبارك لهم يا رب، يصلح حالهم الله يبارك لهم وربنا يوفقهم، بنقول لهم الشاكرين خالص والله العظيم، يعني يصلح حالنا وحالهم يا رب. بنشكر الناس اللي ساعدتنا وخدمتنا والله، بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني الله يبارك لهم. جونا هنا شافوا المعاينة وشافوا البيت وشافوا حالة البيت، وكنا بنجيب مية من عند الجيران من بعيد من هنا هو وكده، والحمد لله يعني وجو صدقوا معانا في الكلام وركبونا السباكه وشغلونا المية، يعني الله يبارك لهم رب، يصلح حالنا وحالهم رب. بارك الله في جمعية سقيا الماء، احنا كنا محتاجين والله المية، وكنا بنروح وتعب يعني ونعبي مسافة بعيدة المية، فهم بارك الله فيهم هم اللي جابوا لنا المية، بارك الله فيهم جزاهم كل خير والله. كنا نجيب مية من مسافة والله بعيدة، وكانت في جيراني كانوا يعبونا، وفي كل دير كنا لو محتاجين مية نشرب كنا نروح نعبي مسافة يعني من بيتنا للجامع، كان جامع ده، ونعبي مني مسافة بعيدة والله، فهم بارك الله فيهم. يعني كنت أروح بعبي بالجرادل وعبي بالكلمن والجزايز، وعيالي كانوا يعبوا جزايز وروحوا بيها، وبارك الله فيهم يعني كده هيقربونا المسافة اللي الحنفية بقت في بيتي، وبارك الله فيهم والله جزاهم كل خير. بالنسبة عندنا تهميش المية ده ليه سنين طويلة، يمكن 20 سنة 25 سنة، في ناس يعني تعبانة خالص مش قادرة تركب، ظروفها المادية مش قادرة، وبارك الله فيكم أنتم مؤسسة سقيا الماء، وعملتوا برضو أفعال خيرية جامدة كثير في نجع العرب هنا في القرية، وما زال برضو فيها في ناس غلبانة لسه، عندنا يعني توصيلات كثيرة يعني إن شاء الله. كان حلم الناس بسيط، أمنية كل بيت، وصلت حنفية مقاس التعبني. بالنسبة للناس المتبرعين بارك الله فيهم ونشكرهم، والتبرع جميل خالص، ومساعدين الغلابة قوي، وبارك الله فيهم نشكرهم جزيل الشكر. أهلينا في الصعيد جايين لكم أكيد، إزاي يهون علينا نسيبكم عطشانين. أهلينا 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 الطيبين. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. رجعنا لكم مشاهدينا، وشفنا طبعا موضوع المية وسقي الماء مع مؤسسة سقيا الماء، وطبعا وصلات المية للبيوت. عايزين نقول ان طبعا مؤسسة سقيا الماء بتعمل مشروعات مية متنوعة، ومنها مشروعات المية اللي هي ادخال وصلة المية او مواسير المية تمدها جوه البيوت، وطبعا دي ببروتوكول مع شركة المية وبالعداد، دي بقى اللي بيبقى اسمها الوصلة بالعداد، يعني وصلة رسمية، وصلة رسمية قانونية علشان توصل للمستحق. زي ما شفنا في التقارير ان فريق البحث بيكون حريص لما بيتلقى اي شيء علشان يعملوا وصلة مية او اباء او شيء، ان يوصلوا للمكان اللي محتاج فعلا. زي ما حضرتك شفنا في التقرير دلوقتي، المية دي حياة، قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. الناس دي فعلا ناقصها المية النظيفة. احنا في بيوتنا الحمد لله منعمين، بنفتح الحنفية بنلاقي المية الكويسة، انما لما انت حضرتك تعمل وصلة زي دي ويكون عداد حسنات، طول ما المية شغالة طول ما الحسنات شغالة، صدقة جارية شغالة، بتتوضى، بيعملوا طبيخ أكل طعام، بيغتسلوا منه، الطير نفسه، الحيوانات بيشربوا منه، لك بذلك كله صدقة. فما شاء الله أنشطة مؤسسة سقيا الماء متعددة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. آمين آمين يا رب، ربنا يكرمهم. وزي ما قلنا هم مشروعات المية من أهم المشروعات في مؤسسة سقيا الماء، وهم الحقيقة من رواد مشروعات المية المختلفة، سواء أبار أصلي شغل سواء بقى أبار أو وصلات مية. طيب احنا نشوف كمان تقرير لمؤسسة سقيا الماء ونرجع لكم. إخواتنا وأهالينا في غزة محتاجين دعمنا ومساعدتنا ليهم ووقفنا جنبهم في الوقت اللي هم بيضحوا فيه بأرواحهم وبيوتهم وعائلاتهم عشان فلسطين. احنا محتاجين نكون جنبهم وندعمهم. شارك مع مؤسسة سقيا الماء في قافلة الطعام والمياه والمساعدات الطبية،
وكمان البطاطين عشان نحميهم من الشتاء والبرد الشديد في المخيمات. ساهم وشارك مع مؤسسة سقيا الماء للتنمية. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. موجودين النهارده في احد قرى سقيا الماء اللي موجوده في وادي النطرون زي ما في الوادي الجديد وفي سيوه. معانا طبعا الموهوبه النابغه الزهراء لايق عشان تقول لنا ما تيسر من القران نبدا بيه يومنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. دايما لما بنقول ان احنا عندنا مشروع جديد بنبقى واثقين ان المشروع ده هينجح علشان ثقة حضراتكم فينا. احنا كل اللي بيكون هممنا في اي مشروع نعمله ازاي هنطمن حضراتكم، وازاي كل اللي بنقوله على الشاشة او كل اللي بنوعد بيه اي متبرع ان احنا بالفعل نحققه. ونشكركم على حضوركم معانا، وجينا النهاردة عشان نشارككم هذا الفضل وهذه النعمة التي ربما خصكم الله بها، وهي زراعة النخيل، لانها من افضل الحروبات واحسن الصدقات. مطلوب منك علشان تبقى ضيف عند ربنا سبحانه وتعالى في الجنه انك تعمل عمل خير. ولما تعمل خير وتعمل صالحات ما تعملش مره وخلاص، لا، ما تبقاش رجاء النخله دي لا هي الاولى ولا هي الاخيره، لا، انا عايز بعد كده كل موسم تقدر تزرع فيه مع سقيا الماء ازرع. ازاي اخلي قبري روضه من رياض الجنه؟ دايما المؤمن مشغول بالاخره، فبفضل الله سبحانه وتعالى بمؤسسة سقيا الماء فتحت لك الباب. ازاي؟ فالباب انفتح لك ان انت تعمل لنفسك صدقة جارية اللي هو ايه؟ زراعة النخيل وسقي الماء وما الى ذلك. هنيئا لكم المشاركة في الوقف الاسلامي. الوقف معناه جماعة حبس الاصل وتسبيل المنفعة. سقيا الماء بتكمل المشوار معاكم وبيكم، بتحيي سنة الوقف الاسلامي. فينا الوادي بمشروع عليكم بمساحة فدد هيغطي نخل الوقف اللي في أراضيكم للأسر المحتاجة يقضي. رحنا زرعنا النخل وقاموا معنا بكل واجب وبكل احترام وأحسن الناس. بوجه رسالتي لكل أحبابنا، لكل أحبابنا وأصحابنا، إن هم يقوموا بهذا العمل الخير ويتبرعوا في سوق الماء عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى هيجازيهم أحسن الجزاء. أنا جيت النهاردة عشان أزرع النخلة، جوزي عاملها لنا ووالدته الله يرحمها ولولادنا. جيت لمؤسسة سقيا الماء عشان أزرع نخلة على روح أمي إحسان عبد المجيد البطران وعلى روح أخويا سعيد أحمد صلاح عبد الحي. كل ده بنشكر فيه مؤسسة سقيا الماء على الخدمات اللي بتقدمها. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا المشروع النخيل وهو مشروع الوقف لله، وفكرة جميلة فكرة الوقف لله أو الصدقة الجارية اللي بتعملها مؤسسة سقيا الماء. هو مؤسسة سقيا الماء 114 فدان من النخيل لوقف النخيل. حضرتك بتحط فسيلة نخل مثلا ب 5000، ففسيلة النخل دي لما بتبشر وبتجيب بلح وتجيب الحاجات اللي منها والريع اللي بيطلع منها، المؤسسة نفسها قالوا لنا ان هم المتبرع نفسه بيختار الريع ده بيطلع لأنشطة ايه، يعني صدقة جارية دي بتتصرف على ايه وبتروح فين. ف114 فدان نخيل ومعاهم زيتون،
برضه. فسق النخيل دي ب 5000 جنيه، واللي ما بيقدرش على حاجه على كده بيبقى في شجره زيتون برضه ب 1000 جنيه. كل دي صدقه جاريه. الوقف الاسلامي حبس الاصل وتسبيل المنفعه، دايما صدقه جاريه. اللي بيجي من اعلى الفقهاء والارامل بتعيش بمئات السنين، والوقف الاسلامي موجود من ايام القدماء المصريين وفي الاسلام وبعد ذلك، وسقيا الماء بتكمل مشوار وقف النخيل. فكرة جميلة جدا بصراحة. أنا يعني من أكتر الأفكار اللي بحبها الحقيقة هي موضوع الوقف الخيري ومزرعة النخيل. طيب احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. النهارده معاهم في محافظه مرسى مطروح وفي منطقه راس الحكمه، بس طبعا جوه في الصحراء كالعاده، بنفضل ماشيين كيلوات كتيره جدا جوه الصحراء. انا يعني ساعات بقول انا مش عارفه ازاي هم بيوصلوا للاماكن دي، وان هنا في سكان وناس محتاجين للميه. النهارده جايين علشان نستلم 3 ابار مع سفارة دولة الإمارات ومؤسسة أحمد بن زايد النهيان الخيرية بالتعاون مع مؤسسة سقيا الماء. 3 ابار هنستلمهم إن شاء الله النهاردة في محافظة مرسى مطروح. وزي ما انتوا شايفين الستايل البير ده أنا معجبة بيه جدا، الستايل بقى اللي هو العربي معمول بيه. أنا مبسوطة إن أنا بشوف الإنجازات بنفسي على الأرض، وربنا يكرم كل حد بيساهم في الخير وبيساهم في إنه يوصل المية للناس اللي فعلا بعيدة كده والناس اللي فعلا محتاجة المية دي. شكرا لسفارة دولة الإمارات على أعمالها الخيرية، ومؤسسة أحمد بن زايد النهيان الخيرية، ومؤسسة سقيا الماء، وكل حد بيفكر وبيعيش لغيره مش بيعيش لنفسه بس. ابني نفسه في بق مية قبل ما يدخل ينام، حاجة يعني تبان عادية، ده بق مية والسلام. بس كم جاله هشيله ضهري مش قادر يشيل، وامشي بيهم 5 كيلو واحنا يا ابني في عز ليل. اصبر الصبح وهجيبلك والله انك مش هحوش، قولي حتى كنت اسيبلك من منابي ومشربوش. عندي غيرها 1000 قصة دي حقيقة مش خيال، الكبير مقدرش يصبر يعملوا ايه العيال. فرحة تدخل كل بيت تروي عطشه بسقيا ماء، يلا بينا وقول نويت جنة تشهد عاللي ده. صار وعامل لي بكرة قول يا ريتني كنت انا ابني، واحفر 1000 ذكرى دي انجازاتنا ب100 سنة. فرحة تدخل كل بيت تروي عطشه بسقيا ماء، يلا بينا وقول نويت جنة تشهد عاللي ده. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. شفنا طبعا التقرير، وزي ما قلنا مؤسسة سقيا الماء من أهم مشروعاتها هي المية، وطبعا الأبار، وعندها فكرة الأبار التخزينية واللي هي بتخزن مياه الأمطار زي في الأماكن الصحراوية، والأبار الارتوازية اللي بتجيب المية من تحت الأرض. بالظبط، فالمياه التخزينية دي زي ما شفنا في مطروح والأماكن دي بيستنوا
مية المطر عشان يخزنوا المية علشان تفضل معاهم طوال السنة، لأن دول بيمشوا بال 15 كيلو وبال 20 كيلو وأكتر من كده بالعربيات علشان يقدروا يجيبوا المية. فأنت لما تعمل بير على حسب العمق طبعا تقريبا ب 25,000 والبير الثاني ب 35,000، فاللي تقدر عليه أن أنت تساهم بيه في بير زي ده بيحيي مكان وبيحيي قرية وبيحيي مجتمع، وبيخش البير ده على بينفع كذا بيت لا يقل مثلا عن 15-20 بيت. شوف 15-20 بيت لما يكون في كل بيت 5-6، شوف المجموع اللي انت بتنفعه في الأبار اللي زي دي. فسبحان الله مؤسسة سوق الماء ما اكتفتش بالوصلات المية في بعض المحافظات، لا، ما هو أصل محافظة مطروح محتاجة الأبار أكتر منها وصلات إيه؟ وصلات مية. لم تكتفي بذلك وما شاء الله ممتدة في وصلات الأبار وبصمتها موجودة ومعروفة زي ما شفنا في التقرير، وحضرتك كنت مشرفة في ربنا يبارك في ساعتك. أيوة طبعا شفت كمية أبار الحقيقة هايلة يعني كثيرة جدا، وأحلى حاجة أن دلوقتي كمان بقى عاملين صيانة، يعني الأبار دي اتعملت. أيوة. ودايما هم على طول بيعملوا متابعة صيانة وصيانة عشان لو حاجة باظت حاجة تمام. بالضبط. طيب عايزه اقول ان ارقام تليفون مؤسسه سقيا الماء ظاهره على الشاشه قدامنا، وبتبقى موجوده طبعا معانا طول فقره الخير اليوميه. ونشوف كمان دلوقتي مشاهدينا اخر تقرير في حلقتنا النهارده مع مؤسسه سقيا الماء. اخواتنا واهالينا في غزه محتاجين دعمنا ومساعدتنا ليهم ووقوفنا جنبهم في الوقت اللي هم بيضحوا فيه بارواحهم وبيوتهم وعائلاتهم عشان فلسطين. احنا محتاجين نكون جنبهم وندعمهم. شارك مع مؤسسة سقيا الماء في قافلة الطعام والمياه والمساعدات الطبية وكمان البطاطين عشان نحميهم من الشتاء والبرد الشديد في المخيمات. ساهم وشارك مع مؤسسة سقيا الماء للتنمية. قلت لكم شفتوا معايا النهاردة ان هنختم معاكم من خلال مبادرة اهالينا اللي قامت بيها مؤسسة سقيا الماء من فترة، واعلنا عنها اكتر من مرة من خلال برامجنا المختلفة، وقلت لكم ان دايما المصداقية والدعم فعل وليس فقط بالكلام. كل الناس ودت قوافل منهم سقيا الماء لمساعدات اهالينا في غزة، ولكن كانت الفكرة البناءة المختلفة من خلال مبادرة مؤسسة سقيا الماء والسيدة الفاضلة ميرفت عبده رئيس مجلس الأمناء لما أطلقت مبادرة أهالينا لدعم أهالينا في غزة كمان بزراعة نخيل وأشجار، وقف ودعم لأهالينا في غزة من دلوقتي ولغاية 100 سنة، يعني ليس فقط مرتبطة بالأحداث الراهنة من تقديم مساعدات اللي بتقوم بيها المؤسسة بالفعل. النهاردة شايفين معايا كل مسؤولين وأعضاء مؤسسة سقيا الماء والسادة العلماء والمشايخ الأفاضل اللي جم في أجواء صعبة جدا عنوانها الوحيد فعل الخير ودعم كل الناس وتحديدا أهالينا في غزة من خلال زرع العديد من فسائل النخل النهاردة والأشجار. طيب هي فعلا مبادرة أهالينا احنا أطلقناها من فترة كبيرة جدا، بس احنا النهاردة هي ليها طابع خاص عشان نكون موجودين الحمد لله مع أهالينا في غزة. هنطلق المبادرة النهاردة، فاحنا من النهاردة مستعدين لدعم حضراتكم كمان، وزي ما دايما بنعمل مع بعض ان احنا بنحط ايدينا في ايد بعض عشان نوصل كل المساعدات. الأول كنا بنقول الوصلات والنخيل والأبار، النهاردة احنا بنقول عايزين نروح مع بعض. لو حضرتك مش قادر تروح لغزة فاحنا هنكون دليل حضرتك وهنكون العون ليك ان احنا نروح هناك ونطمنك، وان انت قدرت تكون ولو بجزء بسيط بنحاول ندعم أهالينا هناك. المبادرة عندنا هتكون قايمة على حاجتين أساسيتين، هي المية، وهي عندنا أول حاجة المية دي هتكون عبارة عن سهم بألف جنيه 10 كراتين مية، أو ب500 جنيه تقدر تجيب بطاطين، لأن احنا داخلين على الشتاء والشتاء هيبقى صعب عليهم جدا، في حين هم ما عندهمش ولا بيوت ولا أي حاجة. فدي أقل حاجة ممكن نعملها مع هنا في مؤسسة سقيا الماء مبادرة أهالينا لدعم أهالينا بغزة. أنت كمان تقدر تشارك، التليفونات موجودة قدام حضرتك، اتصل دلوقتي وشارك باللي تقدر عليه. ده إن دل فإنما يدل على الدور الذي تقوم به مؤسسة سقيا الماء داخل مصر وخارج مصر، وده واجب وطني وده واجب شرعي. وما ننساش لما سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال عن مصر وعن المصريين: مصر أكرم الأعاجم وأسمحهم يدا وأفضلهم عنصرا. فاللي بتعمله مؤسسة سقيا الماء مع إخواتنا ومع أهالينا في غزة بيثبت المقولة دي، إن إحنا شعب كريم وإن إحنا شعب يحب الخير لنفسه وكمان لغيره. هكذا تؤصل مؤسسة سقيا الماء لهذه القاعدة ولهذه الآية بإطلاقها لهذه المبادرة وبزراعة النخيل وبمساهماتكم جميعا. تواصلوا مع مؤسسة سقيا الماء
حتى يصل الخير إلى أهلنا في غزة. يتبقى تنويه أن المؤسسة يا جماعة مش بتزرع فقط فسيلة النخل، زي ما أنتوا شايفين عندنا نخلة الخير شهداء غزة رقم واحد مؤسسة سقيا الماء، وكمان عندنا غصن الخير شهداء غزة رقم واحد. يعني ده معناه أن احنا هيبقى فيه نوعين من الزرع اللي يقعد لعشرات السنين لدعم أهلنا في غزة من خلال سقيا الماء وتواصل حضراتكم. بسم الله أول نخلة لشهداء غزة ودعم حقيقي ممتد لأهالينا في غزة من خلال سقيا الماء. نقول بسم الله. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. عايزين من حضرتك تعليق أخير في نهاية الحلقة. تعليق أخير، عايزك تبادر دلوقتي وتحط إيدك في إيد مؤسسة سقيا الماء وما تستكثرش الخير على نفسك. اعمل لنفسك قبل ما تنتظرش وسطك إن هم يعملوا لك. اعمل لنفسك، أنت بتعمل للدنيا كتير، اعمل للآخرة. اعمل وصلة مية، اعمل بير، اعمل صك نخيل، اعمل شجرة زيتون، اعمل أي نشاط من أنشطة الخير ليكون لك عند الله سبحانه وتعالى في رصيد حسناتك. وحط إيدك في إيدين المؤسسة وروح بنفسك وشوف حاجتك بنفسك وعين بنفسك، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. آمين آمين يا رب. أشكر حضرتك في نهاية الحلقة وأشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.